نعلق على قمة الأسبوع. أنا عصام الشوالي ومعي زميلي عبدالله الحربي. منذ فترة حقق الفريق الفتحاوي لقب تاريخي في الدوري السعودي الممتاز، كيف تقدم الفتح في كلمات عبدالله؟ حينما تتكلم عن الفتح تتكلم عن أكثر الفرق استقرارا في كرة القدم السعودية، على اعتبار أنه أبقى على مدرب السيد فتح الجبال المدرب التونسي حينما ترشح للدوري الممتاز قبل 6 سنوات، وأبقى على لاعبين زي ما هم من هذه المسافة يحاول يسجل جول. كرة تتوقف بطريقة عجازية، شوف السدة، شوف البراد، لم تكن بالكرة المليمترية على رأسه. يظهر لي لو كانت بالملي كان يحطها في الشبكة. طبيعي الكرة لو كانت وصلت له بالملي اعتقد ان باستطاعته ان يحطها في الشباك، لكن الصورة اللي شاهدناها لا يمكن ان يتعامل معها بافضل من هذا الشكل. عبد المجيد السليم، قرار ممتاز من الحكم بمنح الأولوية لنادي الشباب. حركات ممتازة للوصول الى منطقة التمرير العرضية. رافينها، حمدان الحمدان، يوسف خميس، كرة عرضية ممتازة، سعيد الدوسري، حسن فلاتة معاذ، ضربة ركنية لنادي الفتح. صفراء واضحة جدا. البطاقة في مكانها. فرصة ما زالت متاحة رغم تصدي الحارس. شوطة على المرمى في الوقت المناسب، التايم كان ممتاز لاعتراض الكرة الأخيرة. مشاري، رافينها، حمدان الحمدان، كرة ثنائية، سلم مستلم، عشاري، حمدان الحمدان، توفيق بوحميد، محمد العويس، رافينها، عبد الملك الخيبري، كرة ملعوبة. الفريق حقيقة يقدم في أداء ممتاز اليوم، تمريرة في مكان، صراع، تسديدة على المرمى، ضربة زاوية للشباب. كرة ممتازة، يمشي الحارس ويبعدها على الكورنر. توفيق بوحميد، إلتون خوزيه، كرة لولبية في 6 أمتار من منطقة مفتوحة. الضغط متواصل، ركنية. كرة ترعد من كورنر وبرافو الحارس.
الشوط الأول ينتهي ونتيجة متعادلة. قرار من المدرب أنه يبدل أحد اللاعبين. بداية الشوط الثاني. يلزم التمرير الآن. الكرة معهم الآن في نصف الملعب. سلطان الدعيع. كرة خرجت فما تماس. مشاري. حسن فلاتة معاذ. عبد المجيد السليم. محمد الفهيد. الكرة مع نادي الشباب. عبد الملك الخيبري. رافينها. اكيد في المرمى. ضربة في اتجاه المرمى. هدف الاسبقية يضيع بطريقة غريبة. حمدان الحمدان. فاول على الفريق الشبابي. حمدان الحمدان. اكيد لدينا فرصة هنا. شرف المحاولة نجاح والتسجيل هو أكبر نجاح. تصدي ممتاز. الحارس يتحكم في كورته. رافينها. تمريرة ليست سيئة لكنها كرة مدافع. محمد الفهيد. توفيق بوحميد. تمريرات متواصلة بشكل جيد لهذا الفريق. توفيق بوحميد. تصدي عظيم لحارس أعظم. لولا الله ثم حارس المرمى لكانت هناك حسابات أخرى في المباراة. يقدر يلعبها بسرعة. خطأ هنا نتيجة لمسة يد والكرة ترجع لمخالفة. بالإمكان ممكن منها الاستفادة. عداها اللعب. الحكم يسامحه. يكتفي بالإنذار الشفوي رغم أنه كان الإنذار الثاني. مازال نادي الشباب يبحث عن كسر التعادل في هذه المباراة. وهذا تماس آخر. توفيق بوحميد. هذا هو وقت التمريرة. عبد الله الأصبع. عبد الرحمن الخيبري. حمدان الحمدان. منافسة قوية جدا وشرسة على الكرة. التعادل بعد 90 دقيقة.